بيعبر الهواء مباشرة السيد خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور خالد أهلا وسهلا بيك، مشرفني يا فندم. وإيه آخر تطورات هذه الأزمة اللي أهالينا نزلوا امبارح الشارع وأول امبارح بسببها، بسبب المطالبة بتوفير لبن الأطفال لأولادهم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يعني بعد التحية عايز اقول انه احنا الـ1005 منفذ اللي حددتهم وزارة الصحة واعلنت عنهم هم بالفعل موجودين على مستوى الجمهورية، متواجد فيهم يعني تم توزيع 1,000,000 عبوة من لبن الاطفال على هذه المنافذ. الطفل بيتقدم مع والده او مع والدته، بيتم توقيع الكشف الطبي عليه، اذا كان الطفل مستحق بيتم صرف اللبن من خلال شهادة الميلاد ولا ينتظر استخراج الكارت الذكي. خليني اقول لحضرتك، في ناس نزلوا الشارع، ده حصل بالفعل، في بعض الناس نزلوا الشارع امبارح. لحضرتك شفت الناس نازله الشارع الساعة 12 بالليل بتسأل على لبن. عايز اقول لحضرتك، اولا ما كانش فيه ولا ام، ما كانش فيه ولا طفل، ومع ذلك وكان من المنطقي ان هؤلاء يتوجهوا من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساء لوحدات الرعاية الصحية الأساسية بشهادة الميلاد ويقوم بصرف اللبن، لكن الناس بدأت تسأل على اللبن وبدأت تنزل الشارع الساعة 1 بالليل. ومع ذلك السيد الوزير أمر بإرسال منفذ متحرك للألبان، سيارة بها عبوات ألبان مدعمة وطبيب وممرضة وصيدلي في هذا المكان امام صيدليه الاسعاف، وصلت الساعه 2 صباحا وفضلت مستمره في توزيع الالبان للي معاه شهاده ميلاد واللي مستحق بالفعل حتى الساعه 6 صباحا. بس عايز اقول لحضرتك انه يعني مش المفروض ان لما حد يعوز لبن ينزل يقطع شارع، ولا سيما ان الالبان متوفره معاك في منافذ وزاره الصحه في 1005 منفذ اللي من المفترض زيادتهم ل 1600 منفذ بنهايه الشهر الجاري علشان يبقوا يعني يكفوا كل الاعداد، مع ان انا عايز اقول لحضرتك برضو حتى الان المنافس بتكفي، لكن احنا هنزودها علشان نوفر على المواطن عناء ان هو يتحرك او ينتقل من مكان الى اخر للحصول على اللبن. طيب دكتور خالد، انا مش عايز انظر تحت رجلي زي ما بنتكلم دايما، توفير لبن الاطفال بالتاكيد ان شاء الله وزاره الصحه او الدوله ايا كان جهات الدوله هتوفر هذا الامر، يعني ان اجلا او عاجلا، مش عايز ابص لهذا الامر كثيرا، ولكن عايز انظر لانشاء مصنع. ده ضروره استراتيجيه، انشاء مصنع لانتاج لبن الاطفال يكون في مصر، ما نضطرش ان احنا نستورد من الخارج. كان في مصنع سابق موجود في مصر وتم اغلاقه لسبب او لاخر. عايز اقول ايه سبب الغلق وامتى تعملوا مصنع جديد يا فندم؟ شوف يا فندم، هو في بالفعل من 4 شهور بدأت دراسة ما بين القوات المسلحة ووزارة الصحة، دراسة إنشاء مصنع للألبان. الدراسة دي مستمرة، بقول لحضرتك بدأت من 4 شهور، ولكن عايز أوضح حاجة، إن دراسة إنشاء مصنع ألبان، عشان أعمل مصنع ألبان أنا عايز تقنيات عالية جدا عشان أقدر أوفر لبن شبيه بلبن الأم اللي بيجي من بلد المنشا، زي اللبن اللي جاي من سويسرا، سويس ميلك، لاول مره في تاريخ جمهوريه مصر العربيه يخش في مناقصه الالبان هذا العام. لقينا القوات المسلحه لقت، واحنا لقينا انه كوزاره صحه، انه عشان يتم انشاء مصنع البان ده مش زي اي مصنع اخر، يعني انا مش بطلع بالمصنع الاول وبعدين اجيب شركه والشركه دي هي اللي تتولى مهام التصنيع، لا. الحقيقه احنا جايبين 4 شركات، الاربع شركات دول دلوقتي كل شركه فيهم بتعمل دراسه. لما يتقدموا الاربع شركات بالدراسه اللي بيعملوها، يعني هيتم ارساء على شركه معينه، الشركه دي هي اللي هتتولى انشاء هذا المصنع. الكلام ده وجد ان هو هياخد يمكن فتره طويله شويه من الوقت، يعني هي مشكله مش مشكله ماديه ولكنها مشكله وقت. يمكن عشان كده، ودي اللي الناس مدخلها في حاجتين فيهم لغط مع بعض، عشان كده القوات المسلحة وضعت خطة عاجلة، يعني ده كان السبب الرئيسي ان هم يمدوا بيها الصيدليات او يمدوا بيها الدولة من خلال الصيدليات، انه ينزل عدد معين من علب اللبن يكون بسعر اقل شوية. ما بالتأكيد يا فندم، القوات المسلحة عملت خطة عاجلة الى ان تعود وزارة الصحة مرة ثانية لأداء دورها. يعني كان تردد برضو حاجة عايز استغل، لا يا فندم عفوا،
بعتذر مش الى ان تعود وزاره الصحه لاداء دورها. القوات المسلحه عامله خطه للصيدليات لتزويد الصيدليات باللبن، مش الى ان تعود وزاره الصحه لاداء دورها. دي ملهاش اي علاقه بوزاره الصحه الخطه دي، الى ان يتم الانتهاء من دراسه انشاء مصنع للالبان بين القوات المسلحه ووزاره الصحه. انا بتكلم على الخطه العاجله للقوات المسلحه ان هي تنزل عبوات اللبن يا فندم للاسواق اللي تم الاعلان عنها من المتحدث العسكري، الى ان تعود وزاره الصحه للتامين. ايوه يا فندم، الخطه العاجله دي المخزون الاستراتيجي باللبن. لا يا فندم، ما النزول، ايوه يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم، العبوات اللبن اللي اعلنت القوات المسلحه عن انها تدعم بيها، هتدعم بيها الصيدليات. بدل ما العبوه بتباع ب 60 جنيه هتتباع ب 30 جنيه 50% اقل. دي ملهاش علاقة، عشان أوضح للسادة المشاهدين من خلال حضرتك وأوضح النقطة دي عشان في كثير مش فاهم النقطة دي. دي ملهاش علاقة إطلاقا بال 18 مليون عبوة اللي الدولة بتديهم دعم وبتنزلهم ب 5 جنيه العبوة وموفراهم لوزارة الصحة. دي نقطة ودي نقطة. الحاجة الثانية، في نقطة أيضا فيها لغط عايز أوضحها لحضرتك، ألا وهي إنه قيل ان الشروط اللي محطوطه لصرف الالبان المدعمه من وحدات الرعايه الصحيه فيها يعني شويه نقدر نقول تعسف. الكلام ده يعني ما هوش صحيح، ولكن الشروط دي للعلم، الشروط دي موضوعه من قبل منظمه الصحه العالميه ومضت عليها 113 دوله منهم مصر. ولكن بمراجعه بعض الشكاوى المتقدمه من المترددين على مكاتب الرعايه الصحيه ان هم في حالات بتبقى مستحقه بالفعل انها تاخد لبن او طفل مستحق انه ياخد لبن ومش موجود في الشروط، فبالتالي الطبيب الوحده بيضطر ان هو يتمسك بالشروط. فالسيد الوزير لهذا الشان اليوم يمكن حالا اجتمع بالساده مديري مديريات الشؤون الصحيه على مستوى الجمهوريه والساده رؤساء القطاعات والهيئات. كان سبب الاجتماع هو متابعه سير منظومه ميكنه الالبان. الحقيقه كان في قرار، القرار ده لسه اصدره معالي وزير الصحه الدكتور احمد عماد حالا، بتعديل في بعض الشروط اللي يعني بشانها بيتم صرف الالبان. هدف هذا التعديل هو التيسير على المواطنين في صرف الالبان المدعمه. الشروط دي اولها كان في شرط قديم بيقول اكثر من توامين، بقت اول شرط اكثر من توام، اكثر من توام يعني توام فاكثر، ده اول شرط. الحقيقة أن يكون يعني عدم قدرة الأم على الإطلاق على الرضاعة الطبيعية، يعني مفيش أي لبن في صدر الأم، دي تاني حاجة. الحاجة التالتة أن يكون في عند الأم مشكلة بتؤدي إلى ضعف الرضاعة أو ضعف الإضرار باللبن. الحاجة التالتة الرابعة أن يكون في مرض مزمن عند الأم زي أمراض السكر أو مرض الضغط أو مرض الروماتويد. الامراض دي بتستدعي ان الام بتاخد ادويه على طول، الادويه دي بتدوب في اللبن فممكن ياخدها الطفل فبالتالي بتؤدي الى يعني تنفير الرضيع. طيب دكتور خالد اسمح لي يا فندم، انا مقدر جدا لكل الكلام اللي حضرتك بتفنده الان في هذه الازمه، ولكن ايه الرئيس يا فندم في غلق يعني مصنع اللبن الاطفال اللي كان موجود بالفعل وهو يعني نقدر نقول ان هو ظهر لينا تم تداولها على مصنع لا شوف يا فندم انا ما عنديش اي موضوع غلق اسباب غلق المصنع ده، انا ما يعني ما عنديش اي تفاصيل عنه الحقيقه، لكن احنا النهارده بندرس انشاء مصنع جديد. وعايز اقول لحضرتك ان اي مصنع بيتم غلقه سواء كان للبن او لمحاليل او لاي حاجه فاكيد هو مش موافي للاشتراطات المطلوبه. انا لسه بقول لحضرتك عشان ندرس مع القوات المسلحه نعمل مصنع للالبان محتاج تقنيات عاليه جدا، ومحتاجين يبقى عندنا سلالات معينه من الماشيه، ومحتاجين يبقى عندنا مزارع بطريقه معينه عشان اقدر اطلع لبن شبيه بلبن الام اللي بيتم تداوله في الدول الاوروبيه. فالنهارده لو انا ما عنديش هذا المصنع ما اعملش مصنع احسن، يا اما اعمله بطريقه صحيحه. طيب. هو ده ما يحدث الان. ماشي، متفق معاك في هذا الامر. طيب نروح الشيء بالشيء يذكر بالتاكيد. بالنسبه لصناعه الدواء في مصر، ظهر صناعه الدواء في مصر والمدعم الرئيسي ليها هو الرو ماتيريالز، المواد الخام الاوليه اللي احنا بنستوردها من الهند وبنستوردها من الصين ومن اوروبا. ما عندناش مصنع للمواد الخام اللي بتمد شركات الادويه بيها علشان تشغلها. ده ظهرنا يا فندم، وده نقدر نقول ان هو امن قومي لينا. ليه لغايه دلوقتي ما فيش مصنع للمواد الخام في مصر؟
شوف يا فندم، في الان بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه لدراسه انشاء مصنع لادويه مشتقات الدم على وجه الخصوص. حقيقه احنا بنعمل دراسه ليه لانشاء مصنع ادويه مشتقات الدم، لان انا عندي ازمه في ادويه مشتقات الدم. لسه كان السيد الوزير من اسبوع عامل اجتماع مع الساده مستوردي ادويه مشتقات الدم عشان اضمن توافر الكميه المطلوبه من ادويه مشتقات الدم لعام 2017، ده عبال ما انا اقدر اطلع بمصنع لادويه مشتقات الدم. يعني الحقيقه في من الدوله تحرك، والحقيقه كلها ما بين القوات المسلحه ووزاره الصحه تحرك للنهوض، وان انا اطلع مصانع لكل الحاجات اللي انا عندي فيها ازمات، زي مصنع مشتقات الدم، زي مصنع في ايضا بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص مع شركه اكديما لانشاء مصنع المحاليل. ده انا محتاجه بقوه ومحتاجه بعنف عشان اقدر اتغلب على الظاهره اللي موجوده دلوقتي في المحاليل، ازمه المحاليل. والحاجه المهمه كمان هو تشديد الرقابه من قبل وزاره الصحه. انا عايز اقول لحضرتك على معلومه، وزاره الصحه بتعمل حملات تفتيش من خلال الاداره المركزيه لشؤون الصيدله مع مباحث التموين. احنا كل يوم يا فندم بنلاقي مخازن موجوده بها كميات كبيره جدا من المحاليل المهربه عشان يتم بيعها في السوق السوداء، والكلام ده بيحرر في محاضر وبيخرج للنيابه العامه وبيتم ضبط الكميات دي وتحريزها. فده يعني احنا في جزء من الموضوع كبير في تلاعب، في جزء من الموضوع كبير في فساد، وده بيؤثر على اختفاء المنتج من الاسواق. طيب ده جميل جدا، موضوع مصنع لمشتقات الدم ومصنع اخر للمحاليل، يعني انا اقدر هذا الامر بجديه، ولكن انا بتكلم على الرو ماتيريالز، انا بتكلم على المواد الخام اللي بيصنع بها الدواء، مش مشتقات الدم ولا المحاليل، بتكلم على مواد خام اللي بتقوم مصانعنا للادويه. دي ضروره قوميه لينا يا فندم، لو حصل اي حاجه على مصر، حصار لا قدر الله، ده نعمل ايه؟ انا ببص لبكره. والله يا فندم هو الحقيقه احنا يعني كده او كده احنا في تصنيع اي حاجه احنا بنستورد الماده الخام وبعدين بنصنع هنا في مصر. امكانيه استيراد، حضرتك تقصد ان الماده الخام تتصنع نفسها في مصر؟ اه بالظبط. هي دي يعني تصنيع الماده الخام في مصر دي الحقيقه يعني تحتاج دراسه. انا مش صيدلي ومش بتاع ادويه، لكن ما اعرفش امكانيتها ايه، لكن انا اللي شايفه الان ان احنا عشان نصنع اي حاجه احنا بنضطر ان احنا نجيب الماده الخام ونستوردها ونقوم بالتصنيع داخل مصر. امكانيه ان انا اصنع الماده الخام في نفسها في مصر دي تحتاج الى دراسه، من الممكن طرحها ودراستها. طيب دكتور خالد، حضرتك اوضحت بشكل مباشر ان كان في مؤامره او كان في نقدر نقول فساد وكان في تلاعب ادى لازمه لبن الاطفال، واوضحتم في بيان ليكم في وزاره الصحه، وحضرتك كنت معايا ذكرت الموضوع ده، ان في عدد من موظفين الشركه المصريه لتجاره الادويه في هذا الامر. لبن الاطفال ايه اللي عملتوه للشركه المصريه لتجاره الادويه؟ ايه اللي عملتوه مع الموظفين دول علشان تمنعوا هذا الفساد اللي من الممكن يكون موجود في هذه المناطق؟ الشركه المصريه لتجاره الادويه تابعه مباشره لوزاره الصحه، ما هياش قطاع خاص. لا شوف يا فندم، انا عايز اوصل لحضرتك معلومه بس. اي فساد بيتم اكتشافه في جهات معنيه بالتحقيق بتقوم بالتحقيق به. حتى لما بيكون مشكله داخل وزاره الصحه، لما بتكون مشكله وبتتحول الى مشكله، في جهات معنيه بالتحقيق هي اللي بتحقق فيها، اللي هي جهات التحقيق. ولكن الدور اللي عملته وزاره الصحه هو ده قرار وزير الصحه رقم 562 لسنه 2016، ان الالبان يتم توزيعها داخل مكاتب الرعايه الصحيه الاساسيه فقط، وتمنع تماما ان يتم توزيعها في الصيدلات او في الشركه المصريه لتجاره الادويه، لان انا بهذا الشكل اقدر احكم الرقابه على عبوات الالبان الموجوده عندي داخل وحدات الرعايه الصحيه الاساسيه، وده اكتر رد انا ممكن اعمله. انا ما فيش البان بيتم توزيعها في الشركه المصريه، الشركه المصريه ما بتعملش مع مواطن، هي مجرد بتوزع على مكاتب الرعايه الصحيه الاساسيه بموجب فواتير وبموجب اوامر توريد، انا عارف في كام علبه لبن داخله وفي كام علبه لبن هيتم صرفها للمواطن. ده اكتر حاجه اقدر كوزاره صحه، وده السبب الرئيسي اللي خلاني اتجه لان انا اطبق المنظومه دي بصفه عاجله علشان اقدر ابعد عن
هذا الفساد او هذا التسريب اللي كان بيحدث للالبان وما كانش بيوصل الدعم الى مستحقيه. طيب كلمه ازمه يعني هتتشال من القاموس انت يا فندم يعني في الفتره الحاليه على الاقل؟ نقدر نقول ان احنا يعني الازمه في طريقها الى الحل. الامور الالبان متوفره في الالف وخمسه منفذ، الناس الساده المواطنين يتوجهوا للمنافذ وزاره الصحه بشهاده الميلاد، هيقوموا بصرف الالبان لاطفالهم المستحقين منهم. شروط السيد الوزير قام بوضع بعض التعديلات فيها للتيسير على المواطنين. التواصل مع وزاره الصحه سواء من خلال مديريات شؤون صحيه في المحافظات او من خلال رقم الخط الساخن 16474. يعني احنا تم الاعلان ولسه هنعلن تاني وتالت عن اماكن المنافذ، واللبن والله موجود. عايز اقول للساده المواطنين لا ننساق وراء الشائعات ولا المغرضين ولا اصحاب المصالح، الالبان متوفره، اي وقت هتحتاجوا لبن وزاره الصحه بتوفر لكم اللبن. طيب خليني يا فندم معاك التليفون اللي حضرتك ذكرته، الخط الساخن 16474، اي حد من اهالينا بيحتاج للبن الاطفال من الممكن ان هو يتصل بيه، صح يا فندم؟ بالظبط يا فندم 16474. جزيل الشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا دكتور خالد. طيب